ومتابعين سالي، ووصلنا إلى فقرتنا التالية مع التفوق والنجاح من رواد طلائع البعث، يلي هالشب الحلو يلي اشترك مع وزارة التربية ولحتى يعمل الفحوصات. كانت مسابقة الرواد على مستوى القطر، هو نشاط سنوي لمنظمة طلائع البعث، وخلال هذا العام حرصت المنظمة على إجراء المسابقات لمرحلة التعليم الأساسي بصفوف الرابع والخامس والسادس على مستوى القطر، وذلك بعد أن تجاوز الرواد عدة امتحانات على مستوى المناطق والفروع بالمحافظات. لإلقاء الضوء على هذه المناسبة، وعنا رائد من الرواد ومن المتفوقين يلي حصلوا على المراتب الثلاث الأولى، هو إبراهيم كوسا، حصل وهو رائد من عن مادة العلوم عن فرع دمشق لطلائع البعث، رح نحكي أكثر عن هذه التجربة. مرحبا يا إبراهيم. أهلا، مبروك هالتفوق الحلو. تسلمي، الله يسعد صباحك. صباح الخير إبراهيم، ومبروك المركز الثالث بالعلوم. يعني دائما كل حدا فينا بيشوف وين بيحب يروح. تمام، كيف اكتشفت انه انت كثير شاطر بالعلوم؟ بلشت معي القصة يعني من لما كنت صغير. انا يعني كانت هوايتي انه انا كثير بحب العلوم بشكل عام، انه مثلا البيئة، كثير كنت بحب البيئة، بحب الحيوانات مثلا. فهي من هالشيء انه انا صار عندي شغف بانه انا لازم اكون هيك، لازم اكون رائد يعني في مجال العلوم. صحيح. فحبيت انه هي فرصه يعني ممكن ما عاد تتكرر بحياتي، انه انا كون من لما اكون صغير يعني بلش اطلع هلا، يعني مثل الثمره فيك تقولي، يعني مثل البذره بعدين لحتى تكبر. فأنا بأي عمر حسيت هذا الاحساس؟ هلا انا يعني من صف الرابع، من لما بلشت مسابقه الرواد، يعني من لما كان بحق لي شارك فيها، انا يعني خطرت ببالي فكره انه انا ممكن اوصل على مستوى القطر، ممكن انا هيك يعني اصير بمستويات كثير كثير عاليه، يعني انه انا ليش لا ما اجرب. فدخلت يعني اول سنه عادي، وثاني سنه كمان، بس انه اجت كورونا وما فينا طلعنا، وانه ما فينا كفين تابعنا. فالسنه يعني كانت يعني مريحة لحتى هيك تكون نتائج الرواد كثير. تماما. إبراهيم، خلينا نحكي يعني عن أول دخولك إلى الامتحانات. طبعا في مشاركين كتير كتار منافسين لإلك، كيف كانت مستوى الأسئلة؟ تلبكت؟ حسيت إنه كل شيء أنت محضره هو موجود؟ مين كان حدك؟ مين ساعدك؟ هيك احكي لنا كيف عن التحضيرات وأول ما فتت على قاعة الامتحان. صراحة أنا أول ما فتت على قاعة الامتحان يعني كنت كتير مستمتع. أنا لما يعني لما درست حتى كنت مستمتع، لما عملت المشاريع أو الوسائل يعني اللي بدي أخذهم معي كتير كنت يعني مستمتع بهالشي. وحتى لما فتت على قاعة الامتحان أنا ما كان عندي شيء أخسره، أنا فايت قلت إنه أنا لازم يعني جيب مرتبة علي وعلى أعدائي. ما تمام يعني فتت أنا كتير كنت مستمتع ومبسوط، وأكيد كانوا يعني دا إنه يدعموني أهلي كتير، أهلي وعيلتي، وكمان ومدرستي، وخصيصا الان سنابيل ابراهيم اللي هي كانت انستي السنه يعني بالصف السادس. نوجه لها تحيه لانستك ولوالدتك ولوالدك ايضا. يعني على هالكلام هيك الظريف والحلو والابداع. انت بتعمل والثقه تماما ليا. انت بتعمل شيء؟ بتعزف كاني حسيت ولا لا ما بتعزف انت؟ لا. تمام، يعني انت بس كان متجه بس نحو العلوم، ما في هوايات ثانيه غير العلوم؟ هلا في هوايات انه بس انا بمارسه بالبيت، يعني مثل الرسم، كثير انا بحب ارسم يعني. والعلوم هي كنت تماما مركز عليها السنه كثير، انه ماده العلوم انا انه مقرر انه بدي متخصص فيها تماما. نعم إبراهيم، كثير في من الشباب الصغار يلي بعمرك هن بيقضوا حياتهم قاعدين على الايباد، على الموبايل، عم يلعبوا العاب ممكن هي تعمل جمود لذاكرتهم، تعمل جمود حتى لحركتهم الجسديه. انت باوقات فراغك، وخاصه يمكن خلينا نركز على الانترنت، استغليت الانترنت لحتى يمكن توسع مجال معلوماتك بماده العلوم؟ خطر ببالك أسئلة ما عرفوا الحواليك يجاوبوك عليها؟ عملت عليها بحث ويمكن لساعات طويلة لحتى لقيت الإجابة؟
اكيد هالشيء انه الانترنت انا اعتمدت عليه يعني بجزء، بس ما انه الاكبر يعني، مو الجزء الاكبر ابدا. يعني مثلا انا شيء ما عرفت انا اجاوب عليه، او حتى مثلا اللي حوالي يجاوبوا لي عليه، فانه بحثت عنه بالانترنت. احيانا كنت ابحث مثلا كثير بمقالات كثير كبيره، بعدين انه لخصه اعرف الجواب المثالي يعني اللي بدي اياه. ويعني كنت حب كثير انه ابحث عن الانترنت لانه كانت كثير شغله حلوه يعني. يعني ابراهيم انت فينا نقول انك انت استخدمت الانترنت بمنحى ايجابي وطريقه أكيد. ايجابيه لتقدر تستفسر عن الاسئله. احكي لنا عن اجواء يلي كانت المنافسه بينك وبين رفقاتك. اكيد المنافسه دائما بمحبه، ما في هيك من حرام. روح رياضيه يعني اشطر منك بعلامه بدك تركض لازم. انا يعني احكي لنا عن هذا الموضوع. هلا اول شيء انا بالمدرسه يعني عادي، هي منافسه طبيعيه انه تكون بالمدرسه بين طلاب يعني بالامتحانات بالمذاكرات العاديه، بس على مستوى الرواد كان كثير في منافسه قويه يعني كثير. راح احكي انا على مستوى القطر. مستوى القطر كان في 13 شخص غيري، فيعني كانوا كلهم متميزين وكانوا كلهم شاطرين، فانه انا حبيت هاي الاجواء انه عن جد انا ماني لحالي، يعني انا ماني عم اعمل شيء لوحدي، ماني انه انا مثلا القمر وبعدين هن لا، يعني ما في نجوم هو القمر انه فانا كثير يعني كان في اجواء عن جد انه نحن برواد، نحن علم، نحن يعني بدنا نطور، بدنا نشتغل كثير لحتى نوصل لاعلى المراتب واعلى المستويات. برافو عليك ابراهيم، يعني ما في احلى وما في اهضم منك. هالشيء اكيد ما تعارض مع دراستك أكيد وامتحاناتك أكيد. كمان تفوقت بمدرستك ابراهيم. وقت صدور النتائج بالرواد شو كان احساسك؟ كنت واثق انك رح تطلع من الاوائل؟ هلا انا كنت متوقع كثير اي، وكثير حسيت بالفرحه انه انا يعني بمكان وسوقي انا طلعت، يعني انا كنت واثق انه رح اطلع انه مثلا من الثلاثه الاوائل. فانا لما طلعت النتيجه حسيت انه كثير فرحه، يعني حسيت انه انا يعني عملت انجاز، عملت شيء عظيم بحياتي. برافو. ما في احلى من فرحه النجاح ابراهيم. بما انك انت حدا طموح وحدا مخه نظيف مثل ما بيقول ومتجه لشيء معين، طموحك بالحياه شو حابب تصير؟ بس هيك تكبر، بس تصير بعد ما تخلص شهاداتك ان شاء الله اكيد نتمنى لك التفوق، اذا بتضل على هاي الوتيره يعني انا بعتقد ايه، شو بدك تصير بس تكبر؟ هلا انا كثير يعني بحب انه ما راح احكي هلا عن مجال العلوم، انه بما اني انا رائد مثلا بالعلوم ما كثير شوي تغير، يعني انا ما كثير بخصص حالي بمجال لكثير لفتره كثير طويله. حلو. لا مثلا انا بحب يعني صير مثلا ممثل، انا هدفي بالحياه انه اصير ممثل. برافو. كثير مثلا مخصص هدول انه وليك ما احلاك على الكاميرا، ليك شو لعبت لك الكاميرا ما شاء الله. يعني الله يحميك لاهلك وان شاء الله هيك بنلاقيك احلى ممثل واحلى عالم. وعن جد كل التحيه لاهلك يلي تعبوا معك اكيد لحتى انت تكون من المتفوقين وعندك هي الثقه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يحميك يا ابراهيم. ابراهيم بالختام بنشوف كثير من الشباب الصغار اللي بعمرك هن ما عندهم تركيز بالدروس، هن متجهين يمكن صح. لحتى يلعبوا لحتى يطلعوا بالصيف، بدنا نطلع ما بدنا ندرس، بدنا يعني بدنا نقعد على الموبايل، بدنا وبدنا 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 وبيطنشوا الدرس. واليوم قديش نحن بحاجه لانه اطفالنا او شبابنا الصغار انه هن يتعلموا ويكونوا بيمتلكوا مخ مثلك وشخصيه مثلك، لانه سوريا بحاجه لهيك اطفال. شو بتوجه لهم كلمه ورساله لكل الشباب الصغار اللي بعمرك؟ هلا اكيد انا يعني ما بحبذ انه مثلا ينحرموا من الطلعه بالصيف، مثلا حتى بالشتاء وقت بيكون انه مثلا عندهم دراسه عادي خلصوا دروسهم، مثلا بعدين انه يقضوا وقت فراغهم بالمكان اللي هنهم بدهم اياه. بس اكيد الواحد لازم يؤمن بقدراته، يعني مثلا انا اول شيء وقت قبل ما اشارك بالرواد ما كنت كثير انا يعني
مفكر انه هيك انا رح اطلع، يعني ما كنت مفكر بالقصه. حلو. وحتى بقدراتي انا انه مستحيل اطلع، يعني انا بشوف هدول الطلاب كثير متفوقين. ابراهيم يعني انا ما بدي اقاطعك عن حديثك، ولكن يمكن وقتنا خلص ومتمنى يشوفك يمكن بمراحل اكبر من هيك. بدي اتمنى لك التوفيق والنجاح، بدي اتمنى لك توصل لطموحك وتحقق كل احلامك. بدي وجه تحيه من منبر الاخباريه لوالدك زميلنا يحيى كوسا، بدي هنيه على هالشاب اللطيف اللي بيفرح القلب. شكرا لوجودك معنا. شكرا. مبروك كمان نجاح اختك، ان شاء الله هيك موفقين يا حلوين، ناصرينك بمراتب اولى ثانيه. ايه ان شاء الله. شكرا يا ابراهيم.